سنتحدث عن موظفات وزارة الصحة المغتربات. أصلاً تعييني أول ما جاء في جدة. أيوة. بعد ما راجعتهم بأسبوعين في مديرية جدة قالوا لا في القنفذة. حاولت بكل الطرق. أيوة. أول شيء قالوا لازم تكملي سنة. كملنا السنة استحقينا. ها بنرجع؟ لا لسه. ما في تغطية، ما في بديل، جيبي بديل. جاء قالوا لي أنت ملاكك في مستشفى الأمل في جدة. خلاص. بعدها بيومين اتصل علي شخص قال لي أنت ملاكك في مستشفى الملك فيصل في الطائف. على أساس أنه أخلص فترة التدريب وبعد كده على تبوك أروح. وطبعاً يعني خلصت التدريب قالوا لا ما في. واضح أنه فيه كانوا فيه استقصاد، بنات المدينة كلهم حاطينه بالقصي. ها؟ مستقصاد. إيش القصة في دي؟ نفس الموضوع. أنا خلوهم في المدينة خلوهم في ها؟ في قريبة من القصي، من هذه من جدة في بريدة، وهذه من المدينة في البكيرية، وهذه من المدينة في إيش القصة؟ قابلت واحد في الوزارة مسؤول مدير ما أقدر أذكر اسمه. قال لي شوفي يا أختي إحنا عندنا كل شيء بالواسطة، تجينا أوامر من فوق شيلوا فلانة وحطوا علانة. أنا المفترض إنه زي ما موقع وزارة التربية فيه موقع يحطون الناس أساميهم وتبين الأسماء بالأدوار، قبلك 20 قبلك 30 قبلك 100. إحنا بالأرقام. هذا فيه نظام، هذا وزارة الصحة تسوي كذا. تسوي كذا من سنتين بدأت. كذا بالأرقام كدا، لكن تلاقي واحد في الأربعين مشي قبلك. أعطيتك أنا الفرصة تتكلم، أنا قلت لك نقطة واضحة ومحددة. البنات ذولي اصبر علي الله يحفظك. البنات ذولي يصونن الموقع اليوم ترتيب البنية 3. يوم السبت تفتح الموقع تلقى ترتيبه صار 10 وعنده نص صور بالتاريخ. وش تسميه ذا؟ حركة أول ما تبدأ حركة النقل أدفعي لنا 50,000 وحنا نقولك يا سلام. أجل إيش حاطين حركة نقل؟ أنا 30,000 أدفعها وأكون الليلة عند أهلي. أحب أقول لك طال عمرك، وبالنسبة لحركة النقل وحتى النظام البديل، البديل طال عمرك إلكتروني. البديل بعد ما أنت الترشيح على وظائف الشاغرة النظام الإلكتروني يعني يرشح البديلات من خلال المتصدين القوائم اللي وصلهم الدور. أتمنى على وزير الصحة أنه يناظر هالموضوع ده، ترى مو بالحين مو بزين.